السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني ومتابعتي الأعزاء. في هذا الفيديو الوالدة ديالي الله يخليها ليا كتصيب خبيزات مورقين أو خبزات ديال الشحمة بهذه الطريقة، كتفرهم إخواني أخواتي هانتوما كما كتشوفوا الفيديو، كتعمرهم هكا وغادي تقرصهم وغادي نشوفوا في الفيديو كيفاش الويدا كتشد داك الحشوة. هي عبارة عن طريفة اللحم أو كفتة يعني مع بصل وشحمة يعني شحمة البيضاء، كتاخدها هكا وكتقرصها وكتجمعها هكا بالضفيرات كيف ما كتشوفوا، وديال الزرع بطبيعة الحال بنانين وصحيين. الله يخلي لي المهمة ديالي ويحفظها لي ويطول لي في عمرك ويطول في عمر والديكم ولا ميتي الله يرحمهم ويسكنهم في الجنة إن شاء الله ويشفي جميع المسلمين. واللي وصل لهذه اللقطة ما ينساش يخبط اللايك والشارك في القناة فضلا وليس أمرا. وهكا ها الوالدة الله يرضي عليها وجدت لنا واحد الغديوة زوينة مع بريريد أتاي. يا سلام، وفي هذا الجو الممطر ديال الشتاء. هذا كان بغاتو الاخت كوكينغ واتش اس، راني نزلت لها الفيديو كيفاش كتعمر الوالده الخبيزات. يعني ما شرحتش الحشوه في الاول في المقادير، ولكن راه معروفه الحشوه هذه الطريقه باش كتعمر الوالده الخبيزات ديالها. كل وحده كدير الطريقه ديالها، المهم الطريقه زوينه وكتجي بنينه. الوالده غادي تغطي الخبيزات وغادي تخليهم يخمروا بطبيعه الحال واحد ربع ساعه، ونمشيو الان نطيبهم على النار. كنكونوا من قبل وجدنا داك المقلات على درجة حرارة مرتفعة بطبيعة الحال يطيبوا داك العناصر ودو بشحمة، وكنطرقوا هكا كيف ما كتشوفوا، يعني غير الشكل ديالها كيشهي ما شهيتكم بكم. وقالت لكم الوالدة اللي جا المغرب مرحبا به، تصيب له اللي يحب اهلا وسهلا بكم، واكيد تنوروا المغرب واللي في المغرب ينور مرحبا، تحياتي لكم. هادو هما الخميسات الخبيزات ديالنا. يلا خليكم مع الفيديو، تحياتي لكم وشكرا على الحضور ديالكم. واحد 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 بدون استثناء او هذا اللي كاين، يعني كيطيبوا من جهتين، غادي تهزها وغادي تشوف واش طابت. انا هنا ملي كيجيني اشعار كان بصراحه كنسى ما كنخلي النوتيفيكاسيون فعالين، دابا انا كنسجل او ميم طون وصل الاشعار. سو بصحتكم وراحتكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.